السلام عليكم، معكم عبد الملك القرادي في مقطع جديد. فهذا المقطع ان شاء الله يوم امس كان مواجهة منتخبنا الوطني مع المنتخب الاسترالي. منتخبنا الوطني خسر بثلاثة اهداف لهدف. اول شيء سجل المنتخب الاسترالي، ومن ثم عاد منتخبنا عن طريق المنذر العلوي، وفي الشوط الثاني المنتخب الاسترالي سجل هدفين، والهدفين الاوليين للمنتخب الاسترالي كان بسبب اخطاء دفاعيه من دفاع منتخبنا الوطني، وهذه كانت انتهت المباراه. وان شاء الله القادم اجمل وافضل في مواجهه فيتنام على مجمع بوشر يوم الثلاثاء. نتمنى من لاعبين التركيز وفالنا الفوز ان شاء الله، والرد دائما معاك يا احمرنا. ومن ثم يبدا الدوري، من بعده برانكو راح يختار قائمه جديده لمواجهه الصين واليابان. فلازم برانكو يجيب عناصر جديده. عندنا بدر العلم المحترف في تايلاند، عندنا بعض المواهب في دورينا، بس برانكو ما اخذهم المنتخب. ان شاء الله منتخبنا قادر الوصول للمونديال، ودمتم في حفظ الله ورعايته.